عندي سورس على الكتريك فيلد وانا عايز احسب الكتريك فيلد. انا عايز احسب ماجنتيك فيلد لازم استخدم حاجه من الاثنين صح؟ صح؟ استخدم دي مفيهاش سورس اصلا، لازم استخدم مين؟ استخدم دي. تمام؟ ففي المساله اللي هو مديها لي البروبلم 4 دي كان شكلها عامل ازاي؟ كان بيقول لي عندي فرق بليت كاباستور، عندي كاباستور كده كل بليت من دول انفنت راح لمدى نهائي. تمام؟ وجيفن ليا ان الرو اس او السيرف تشارج اللي عليه هي سيجما نوت في تايم مين؟ اوميجا تي. كويس كده؟ الرو اس هي سيجما نوت في مين؟ في تايم اوميجا تي. كانه بيقول لي ايه؟ هو ده كاباستور يا شباب، هو ده كاباستور، ده كوندكتور وده كوندكتور، وفي النص دي مين؟ دي دايلكتريك صح كده؟ دي ابسلون ار معينه. تمام؟ ده الكلام ده معناه ان لو ده عليه بوستيف تشارج او رو اس يبقى الثاني عليه مين؟ نيجاتيف الرو اس دي صح؟ هو مديني بقى الرو اس دي مالها؟ غير مع الثاني، لو تشوف انت تطلع ليه في الفيلد مالك؟ غير مع الثاني صح؟ طب هو الالكتريك فيلد اللي بيطلع من بارلل بليت او من بليت كده انفنت يبقى قيمته عامله ازاي؟ ده حاجه انفنت صح؟ دي فيها سيمتري ولا لا؟ فيها سيمتري صح؟ يبقى انا لو عايز احسبه بستخدمه في جاوس يطلع عامل ازاي بقى من الترم الاول؟ مين؟ ممتاز. هو اس على ايه؟ على 2 ابسلون صح كده؟ ده الالكتريك فيلد بسبب مين بقى؟ ده بواحد بس صح؟ ده انا في الريجن دي عندي واحد بسبب ده واحد بسبب ده. طب هو اللي بسبب ده خارج منه ولا ده ولا داخل عليه؟ خارج عشان ده بوست صح؟ فخارج كده. طب والتاني؟ التاني داخل عليه برضه، يبقى هما الاثنين بيجمعوا بعض والاثنين قيمتهم كده. يبقى هنضرب في كام؟ الاثنين كاني شلت مين؟ شلت الاثنين ده في انهي اتجاه ده؟ اتجاه اليو زد. ايه؟ هو اس ده كام اصلا؟ ومن دول سيجما نوت في مين؟ في ساين اوميجا تي. عشان ما تفهمش بس عشان الناس ما تلخبطش، هو في الشيت الدكتور كاتب ان سيجما بتساوي سيجما نوت ساين اوميجا تي، وبعدين كاتب كده هنا مين؟ كولوم بير متر سكوير. كولوم بير متر سكوير ده معناه مين؟ تشارج دينستي صح؟ دي رو اس، دي مش كوندكتيف يعني، هو كاتبها سيجما نوت بس هي تشارج رو اس. تمام؟ كويس. لا مفيش فيلد بتتفرق اصلا، ده كان بكره يبقى صفر. لو احنا في الحته اللي في النص دي، ده اكيد خارج من البوستر وداخل على النيجاتيف صح؟ فلو احنا بنحسب بتاع ده لوحده فده خارج منه كده وخارج منه كده صح ولا غلط؟ هيبقى لوحده. طب ده بما انه نيجاتيف يبقى اكيد في حاجه داخله عليه من هنا وحاجه داخله عليه من هنا صح كده؟ طب انا لو واقف في النص انا بجمع بتاع ده وبتاع ده صح كده؟ فيطلع في الاخر ده كده الالكتريك فيلد ده يتغير مع مين؟ مع الشارج. يبقى اكيد هيجيب دي دوت صح؟ دي دوت هتبقى عامله ازاي اصلا؟ هي ابسلون في مين؟ دي دوت. فالابسلون دي هتطير مع مين؟ مع ابسلون دي. تطلع سيجما نوت في مين؟ اوميجا وساين ايه؟ اوميجا تي في اتجاه مين؟ اتجاه اليو زد. هل وجود دي دوت يقول ان في ماجنتيك فيلد ولا لا؟ عرفنا منين؟ اهو تكامل اتش دوت دي ال بتساوي مين؟ بالتالي تكامل جي بلس دي بلس دي اس. هل انت حاطط كارنت في ايديك؟ مفيش جي صح؟ جي ده مش موجود، بس انت حاطط انزين ايديك في حاجه صح؟ يبقى دي دوت ار موجود، وبالتالي بقى انا محتاج احسب الحته دي، محتاج اقول ان تكامل اتش دوت دي ال بتساوي مين؟ تكامل دي دوت دوت ايه بقى؟ دوت دي اس صح؟ قبل بس ما نكمل، هو انا دايما كنت بقول لو تكامل اتش دوت دي ال بتساوي كارنت صح؟ دي معلومه روتيشن صح كده؟ فاكيد لو كانت كارنت في اتجاه الجيم هيطلع اتش مالي بيلف حوالينه في اتجاه الباي صح؟ نفس القصه. لو انا بقى بقول دلوقتي السورس هو دي صح؟ لو دي في اتجاه الزر يبقى الاتش ده فين؟ اتجاه الباي. فلو دي في ايدك كله او دي كله اتجاه الزر يبقى الاتش فين بقى؟ اتجاه الباي ده. انا اخد انهي مسار دي ال يناسب الاتش؟ حاجه اتجاه الباي اللي هو السيركت صح كده؟ فلو خدنا السيركت دي وبنعمل تكامل اتش كود ده يبقى كاني بكامل على المحيط بتاع مين؟ بقى السيركت يطلع ايه؟ اتش مين في المحيط اللي هو كام؟ شوف صح كده؟ بالتالي بقى تاني ده تكامل على ال سي ده اس سي اوف مين؟ ال سي. فين ال سي اصلا؟ ال سي هو ده صح كده؟ يبقى الاريا بتاعته هي مين؟ هو ده كله. الاريا بتاعت السيركت دي قد ايه؟ باي ار سي صح؟ فنضرب دي دوت احنا خدناها اهو اللي هي سيجما نوت اوميجا الكوساين اوميجا دي مين؟ باي ار سي صح كده؟ باي دي بتيجي مع مين؟ باي دي ودي بتيجي مع مين؟ لسه الاثنين دي هنا وخلاص صح؟ الدكتور كان كاتب ان احنا عايزين نلبس الكلام ده بس ماشي. طب انهي اتجاه؟ اتجاه الباي ممتاز. احنا عايزين نكمل بقى باقي الحاجه. هل الريسك فيه ده طلع تايم فاليو ولا لا؟
هي جامد صح؟ الكتريك فيلد الماجنتيك فيلد هو الجامد، هل هيرجع يجيب الكتريك فيلد ولا لا؟ هيجيبه ازاي؟ من انهي معادله؟ من دي صح؟ ده كانه ايه ده بيقدر يسوي ماجنت بيضغط بيه صح؟ وهيطلع في انهي اتجاه الالكتريك فيلد انديوز بسبب الماجنتيك فيلد انديوز؟ تعال نشوف البي البي ده في انهي اتجاه؟ هو في اتجاه ليش؟ ليش اتجاه الفوق صح؟ يبقى ماينس البي في انهي اتجاه؟ اتجاه الماينس كده فيبقى العمود فين؟ طلع بالعكس بقى صح؟ طلع بالعكس طلع احنا كنا بنقول قبل كده صح كده؟ تاني نرجع كده عملنا دول عملنا ده عملنا ده عملنا دول حاجة بتظبط واحنا كنا بنروح للبوتنشال ازاي يا شباب؟ عشان زي ما قلنا قبل كده ان احنا عشان نحل الايكويشنز دي مع بعض شكلها الموضوع مش سهل صح؟ هما اتنين كابلز اصلا فانا لازم ادخل الاعتماد بتاع الالكتريك فيلد على الماجنتيك فيلد عشان اعرف اجيب مين كل واحد فيهم تمام؟ فالحل الاسهل ان احنا نحاول نعمل ايه؟ نعرف بوتنشالز في النص ونشوف ايه اللي بيحصل صح؟ تعالوا كده نراجع في الستاتيك كيس كنا بنعمل ايه؟ طيب الكيس بتاعت الستاتيك انا كنت عارف ان كيرل ايه كام؟ بزيرو صح؟ الكويشن زي كيرل ايه بتساوي ماينس دي دوت في الستاتيك بارشل باي بارشل تي بكام؟ بزيرو صح؟ اسمع هترد عليا ده كام؟ عشان حتى انتوا ما تنموش طيب كيرل ايه بتساوي ماينس دي دوت فلو بارشل باي بارشل تي بصفر فيطلع كيرل ايه بكام؟ بزيرو طيب يبقى كيرل ايه ده كام؟ الناس كده قالوا ايه؟ قالوا ان في حاجه اسمها بيرسونال ايدنتيتي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان كيرل جراد اي سكيلر بكام؟ بزيرو بما ان الاي كان كيرل فري فيكتور فكان ينفع امثله بمين؟ بنكتب جراد اي صح ولا غلط؟ حلو جدا فانا دلوقتي كنت اقدر اقول ان الاي هو مين؟ ماينس جراد اي حلو جدا بالنسبه للبي نعمل ايه؟ كيرل ايه؟ جت منين؟ جت من اني كنت عارف ان ديف البي بكام؟ بزيرو وفي بقى سكند نال ايدنتي بتقول ايه؟ ممتاز بتقول ديف كيرل الفيكتور بكام؟ بزيرو حلو جدا وبالتالي بقى انا ممكن اقول ان البي ده هو مين؟ هو كيرل ايه؟ صح؟ كده احنا قلنا لو احنا عرفنا البي نعرف نجيب مين؟ نعرف نجيب الاي ولو عرفنا الاي نعرف نجيب مين؟ نعرف نجيب البي ازاي اصلا بقى اجيب البي لوحدها وازاي اجيب الاي لوحدها؟ محتاج معادلة تفاضلية تكون بس ما فيهاش فانكشن غير في مين؟ البي لوحدها والسورس بتاعها او تكون في الاي لوحدها والسورس بتاعها صح؟ هنعمل ايه؟ مفيش غير دول هما دول الايكويشنز بتاعتي صح؟ تعال ننزل تحت الاي مثلا او تحت البي اي حاجة لو انا عايز اجيب السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي متوصف البي نعمل ايه؟ هنيجي غير دول هم ماكس ديسكريشن دول صح؟ انا بدات بدي اصلا خلي بالكم انا في الكيس بتاعت الستاتيك كان ده في صفر صح؟ فانا دي هي اللي وصلتني لمين؟ لدي فلو انت عوضت ديها تاني هتعمل ايه؟ هتثبت ان صفر بتساوي صفر ملهاش لازمه انت مستخدمها اساسا صح؟ انت عايز تستخدم بقى المعادله الثانيه اللي انت ما استخدمتهاش اللي هي مين؟ يبقى هي ديفيد دي بتساوي رو دي فاحنا هنا نقدر نكتب ان ديفيد دي بتساوي مين؟ رو دي طب وهي دي اصلا بتساوي كام؟ ابسلون في اي حلو كده فيبقى احنا ممكن نكتب دي انها ديد اي رو بي على ابسلون ده جايبن ان ابسلون مش صغير مع الاستيل تمام وانا عارف اصلا ان اي بتساوي مين ماينس جراد دي فنعوض بيها هنا نطلع دي كده دوت ماينس جراد بي بتساوي مين رو بي على ابسلون اللي هي بقى ايه تقول ان نوت بلس سكوير بي بتساوي ناقص رو بي على مين على ابسلون دي اللي هي فاسو مين فاسو ايكويشن صح حل الفاسو ايكويشن دي في الجنرال فورم كان بيطلع عامل ازاي ان البي بتاعها بتبقى تكامل رو بي على 4 باي ابسلون ار تقريبا دي صح تعمل على كل الفوليوم اللي فيه صح صح كده فكنا عايزين نثبت نفس المعادله للماجنتيك بوتنشال نعمل ايه عايزين نجيب معادله في الايه بس نرجع تاني للماكسيمم طيب هما دول المعادلتين صح نستخدم دي لا برضه دي احنا استخدمناها عشان نثبت بيها ان البي بتساوي كيرل ايه هنروح نستخدم مين نستخدم دي بس من الاول كده انا عارف ان البي هو كيرل ايه فانا عايز المعادله نفسها يكون فيها بي مش اتش صح فعشان احول من اتش لبي نعمل ايه هضرب في النيو الكيس بتاع الاستاتيك ده برضه مش موجود صح طب انا ممكن اقول هنا ان التكامل حتى اشوف ان كيرل البي بتساوي مين بتساوي يو جي وانا عارف ان البي هي كيرل ايه هيبقى كيرل الاي بتساوي مين بتساوي يو جي دي اللي هي مين برضو ديف ايه ماينس ناقص سكوير دي بتساوي مين بتساوي يو جي صح وقفنا هنا مره خدت قلنا ايه بقى قلنا ان انا هختار ديف ايه يساوي زيرو
عشان اطلع الديفرنشال ايكويشن مالها شبه دي، صح؟ دي شبه دي، وبالتالي يبقى الحل بتاع دي هو مين؟ هيبقى شبه ده بالظبط، اللي هو نقول ان الجي هو عباره عن ميو على 4 باي في تكامل جي على ار دي بي، صح كده؟ حلو قوي. بس عشان اختار كده قلت ايه؟ قلت ان لازم الديفل ايه هو اللي يبقى كام بقى؟ انا اخترته عشان يسهل الحل، تمام؟ ده لورنت كونديشن، كويس جدا. الكلام ده كله فين؟ يطلع في السقف. دلوقتي انا معايا سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن متوسط من فولتج، لو اديتني فين باوند كونديشن هعرف احل لك واجيب لك الفولتج فين؟ في كل حته. بعد ما جبنا الفولتج في كل حته ازاي نجيب الالكتريك فيلد في كل حته؟ دي بتساوي معلومه بلا دي خلاص. بعد ما جبت الايه في كل حته؟ دي بتساوي مين؟ صح كده؟ حلو. هو النمبر سكوير دي فيكتور هنا لكن فوق هي سكيل. لا، هي نمبر سكوير ده اوبريتور، دخل بقى على فيكتور ولا على سكيلر؟ ده سؤال تاني. نمبر سكوير ده اوبريتور دخل هنا على مين؟ على سكيلر، فهيطلع سكيلر. هنا دخل على فيكتور فهيعمل ايه؟ هيخش على كل كومبوننت في الفيكتور. يعني دول ثلاث معادلات. لا لا، دول كانهم ثلاث معادلات. انت المفروض تكتب دي كده مره نمبر سكوير اكس اي اكس جي اكس، ومره ثانيه اي واي وهناك جي واي، ومره ثالثه اي اكس ومين؟ اي زد وزد، وهكذا، تمام؟ وكل واحد بقى من دول تدخله على مين؟ على كل كومبوننت فيه. ماشي؟ كويس قوي. حلو. تعالوا بقى نشوف الكيس بتاعت مين؟ بتاعت تايم فاليو. عملنا كيس بتاعت تايم فاليو. طبعا تاني النص اتلخبط. غيرت بس كده دي كتبت مين؟ تايم فاليو. ايه اللي هيحصل؟ لو ده بقى تايم فاليو، هل كيرل الاي هيبقى صفر؟ تمام. فده كده بقى مين؟ بقى ماينس بي دوت. ده الفيرست نمبر ايدنتي مش متحقق. ده انا دلوقتي ما اقدرش اقول مين؟ ما اقدرش اقول ان هو ماينس جاب دي بس. اكيد ناقص له ترم هو كمان. دي حاجه ناقصه صح؟ اجيبها منين؟ طب قبل ما اجيبها منين؟ تعالوا نشوف الثانيه. هل ديفل بي بتساوي زيرو لسه في الكيس بتاع تايم فاليو؟ اه. اه في تايم فاليو اه لسه ديفل بي بزيرو صح؟ هنرجع تاني نرجع المعادلات. دي بلس ودي مين؟ دي دوت. صح كده؟ طيب. يبقى دي لسه موجوده زي ما هي، وبالتالي انا لسه اقدر اقول مين؟ ان دي بتساوي كده لسه زي ما هي، دي انا موافق عليها، صح؟ انما دي ما تنفعش. لما تيجي كده نرجع نعوض بدي دي. هيحصل ايه؟ عوضنا فيها هيحصل ايه؟ هتبقى كيرل اي بتساوي ماينس دي دوت، صح؟ طب هو لو دي بتساوي مين كيرل ايه؟ يبقى دي دوت هي مين؟ كيرل ايه دوت؟ دي هي كيرل مين؟ ايه دوت صح؟ دي اللي احنا ممكن نكتبها ان كيرل اي بلس ايه دوت ايكوال مين؟ ايكوال زيرو. الفيكتور ده بقى كله على بعضه كيرل 3 اللي هو مين؟ الفيكتور ده كله على بعضه اللي هو اي بلس ايه دوت، ده كده على بعضه كله كيرل بتاعه الفيكتور صح؟ يبقى ده على بعضه كله النار ارجنتي ممكن يتمثل ان هو مين؟ ماينس جاد دي صح كده؟ يبقى انا هنا اقدر اقول ان اي بلس الايه دوت هو اللي مين بقى؟ هو النيجاتيف جاد دي، وبالتالي الاي لوحدها بكام؟ ماينس جاد دي ماينس مين؟ ماينس ايه؟ صح كده؟ الكلام ده معناه ان انا ما ينفعش استخدم دي خلاص. دي باظت. لازم استخدم مين بقى؟ لازم استخدم ان اي هو ماينس جاد دي ماينس ايه؟ يعني ايه برضه؟ يعني معنى كده ان الالكتريك فيلد طلع معتمد مش بس على الالكتريك بوتنشال، طلع معتمد على مين؟ على الالكتريك بوتنشال والماجنتيك بوتنشال. هل ده كان متوقع؟ اكيد. ليه بقى كان متوقع؟ من هنا السورس بتاع الالكتريك فيلد دلوقتي اما تشارج واما مين؟ تايم فاري ماجنتيك فيلد، وبالتالي لو هيطلع معتمد على البوتنشال دي يبقى اكيد هيطلع كومبوننت منه معتمد على الالكتريك بوتنشال لوحده اللي هو جاي اصلا نتيجه التشارجز، وجزء ثاني معتمد على مين؟ على تايم فاري ماجنتيك فيلد اللي هو اكيد معتمد على التايم فاري ماجنتيك بوتنشال صح؟ فمش بس كده، لكن لازم يكون اعتماده على الايه؟ في التفاضل، بحيث ان لو جيت عوضت عليه في الستاتيك بارشل باي بارشل دي ده يروح فين؟ يروح لزيرو ونرجع للكيس اللي قلنا هنا صح كده؟ المعادله دي شكلها صح. والمعادله الثانيه لسه مالها؟ لسه فاليد. لسه كيرل بي بتساوي ايه؟ كيرل ايه بتساوي بي صح؟ بس ثاني هو احنا في الكيس بتاعت الستاتيك اخترنا ديفل ايه بكام؟ بزيرو عشان اسهل حل المعادله دي صح؟ هل بقى في التايم فاليو كيس لازم اختار ديفل ايه بزيرو برضه؟ معرفش. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اكتب دلوقتي معادله سكند اوردر فيها بس مين؟ فيها الايه صح؟ وبعدين لما ابص بقى على المعادله اشوف ايه اسهل حاجه تسهل حلها يعني. تعالى نشوف. طيب يا شباب انا عايز اوصل لايه برضو؟ انا دلوقتي عرفت اني لو عرفت البي وعرفت الايه اعرف اجيب مين؟
اعرف اجيب الاي واجيب البي صح كده؟ وبالتالي مهمتي لو كان عندي مساله ان اروح احسب مين البوتنشال، احسب البي بكام والاي بكام، بعد ما اجيب البي والاي ارجع اعوض مين المعادلتين دول واجيب الاي الاي والبي صح كده؟ اصلا ازاي اجيب اي لوحدها، ازاي اجيب اي لوحدها، ازاي اجيب بي لوحدها؟ تيجي نكتب سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن زي الباسور ايكويشن كده في الاستاتيك للبي، وسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن لمين؟ للاي، بس في الكيس بتاع التايم فاليو. ازاي نكتب سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن للاي؟ عايزين نكتب معادله ما فيهاش بس غير ايه صح؟ هنشيل كل حاجه ونعوض عنها بمين؟ بدرجه الايه؟ طيب انا عندي انهي معادلات؟ عندي هي كير الاتش بتساوي جي بلس دي دوت صح؟ محتاجين نمسك دي كده ونحاول نشيل كل حاجه نعرف نعوض عنها بدرجه الايه ونحطها بدرجه الايه. تعالى نشوف كير اتش بتساوي جي بلس دي دوت تمام كده؟ انا عارف ان البي هو مين؟ هو كير الايه؟ عايز المعادله دي كلها يبقى فيها بي صح؟ لو ضربت المعادله دي كلها في ميو حصل ايه؟ تلاقي ميو جي تلاقي ميو جي ميو جي مين اصلا؟ هي البي. هنشوف دي كده ونكتب مين؟ نكتب كير الايه. عايزين بقى نشوف اي حاجه نعرف نشوفها نحطها بقى مين؟ البوتنشال صح؟ اللي هم الايه والبي. فالبي دي لازم تتشال تحط بقى البوتنشال تحط بقى البي كير الايه ويطلع ده كده كير كير الايه بتساوي مين؟ يو جي بلس. هو الدي ده هو مين اصلا؟ اف تو بي. ده دي دوت هو مين؟ اف تو بي دوت صح؟ لكن انا ممكن احسبه ان هو ميو اف تو بي بقى دي دوت. هل اي ده ينفع نفكه بدلاله الايه؟ اه هنجيب لها بقى اي بتساوي ماينس بدل دي ماينس مين؟ ماينس اي دوت. ده اي دوت هو مين؟ فاضل ده كله بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتايم. هيطلع الاي دوت هو ماينس بدل دي دوت ماينس مين؟ ماينس اي دوت صح كده؟ كويس قوي. انا هنا ممكن اشيل دي واحطها كده دي تتكتب انها طب نفك كده بالمره بس فاكر يلا ان هو جاب ليمت اي ماينس نابلا سكوير اي بتساوي ميو جي بلس ميو ابسلون ناقص جاب بي ماينس مين اي دبليو صح كده؟ عملت المعادله دي تاني تتكتب كده بس ماينس ميو ابسلون اي دبليو دوت وبعدين بلس جاب ماينس ميو ابسلون اي دبليو. الناس موافقه على اللي انا كتبته ده؟ ماشي. طيب كويس قوي. هنا عليك دلوقتي بقى. عايزين نخلي المعادله دي تبقى بتوصل تغيير ايه بس؟ صح؟ المعادله دي عشان تكون بتوصل تغيير ايه بس لازم تكون فانكشن في مين؟ الايه والسورس بتاعها، صح كده؟ الايه هو مين اهو؟ ده تغير في الايه؟ ده تغير في الايه؟ ده تغير في الايه مع السبيس؟ ده تغير في الايه مع مين؟ مع التايم. وده السورس اصلا بتاع مين؟ بتاع ايه؟ بتاع ده صح؟ انما المشكله فين؟ المشكله في المعادله في الحتتين دول صح؟ نعمل ايه؟ نختار مين؟ ليفل ايه ده هو نفس الحاجه دي جت حاجه بتساوي جت حاجه ثانيه صح؟ لو الحاجه دي هي قد الحاجه دي هيحصل ايه؟ هدور على الايكويشن ده هزيد مع ده صح كده؟ ساعتها لو كان ليفل ايه بتساوي ناقص ميو اس بي دوت ايه اللي حصل؟ ده اسمه لورنز مين؟ لورنز كونديشن صح؟ ساعتها هيبقى لي بس استنى ان ناقص سكوير ايه بتساوي ميو جي ماينس بلس ميو اس في مين بقى؟ ايه ده بالظبط؟ صح كده؟ فانا هنا اخترت تاني كيس بتاعت الاستاتيك كان الترم ده ماله؟ مفيش حاجه هنا. جراد ليف ايه بتساوي كذا وانا عايز دول بس يبقوا موجودين. التغير بتاع الايه والسورس بتاعه صح؟ فرحت مطير ده قلت الليفل ايه كام؟ صح؟ بكيس دي انا عايز بس اقول ايه؟ عايز اخلي التغير ده موجود، التغير ده موجود وحاجه ثانيه فيه، فرحت انا مختار الليفل ايه كام بقى؟ بقى ده تحس ان هما الاثنين يضربوا بعض صح كده؟ او الحقيقه يعني ان هو ده كان اختيارنا هنا اصلا تمام؟ بس احنا ما كناش لسه عارفين في حاجه اسمها تايم فاريشن صح؟ تعال نشوف لو كان ستاتيك يعني بارشل باي بارشل فيه كام؟ زيرو عن الترم ده كام؟ زيرو عن الجاب ثاني نفس الترم صح كده؟ هي اساسا ده اختيار لورنز الاول، لورنز اختار ان ديب ايه بتساوي الكلام ده بحيث اني سهلت على نفسي حل المساله. ففي الستاتيك ده بقى شبه الباسور ايكويشن وانا عارف حل الباسور ايكويشن بتاعي اللي هو بيطلع في انهي فورم؟ الفورم دي صح كده؟ ايه دي صح؟ تمام. وبالتالي المعادله دي ممكن اقف عندها شويه. ايه بقى؟ دي سؤال. يعني في الجامعه اول ما قلت انا بختار قيمه زي قيمه ان انا عايز الافكار واحل على الافكار. لا مش الفكره، هو انت مش كل مره بتغيرها يعني. لا احنا اخترنا مره وهنثبت عليها. هي القصه فين؟ البوتنشال دي احنا حطيناها عشان تخدمنا في القصه. صح ولا غلط؟ يبقى انت حطيتها عشان تسهل عليك الحل مش تصعبها. انت لما جيت تختار ايه؟ الايه ده مالك؟ استفدته. وبالتالي لازم تكون عارف له الكيرل كام والديرف كام. فانت اخترت له الكيرل اصلا يبقى هو مين؟ يبقى هو الدي. وانت بتختار له الديرف كام؟ طب تختار الديرف كام ازاي؟ الايكويشن الثانيه بقى صح؟
قعدنا نحل 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 وصلنا للايكويشن دي. قلنا خلاص تعالى بقى نقارن ده اللي يسهل عليا حل مين؟ حل تمام؟ فكده احنا وصلنا للمعادله دي. قبل ما نكمل بس المعادله دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ده التفاضل الثاني مع الايه؟ السبيس صح؟ ريليتد شويه مين؟ التفاضل الثاني مع الطن اللي احنا ايه؟ ويب ايكويشن صح؟ خلينا نركز دي بس شويه وهنرجع لها تاني. هل انا حطيت المعادله زي دي بالظبط اللي فيه ولا لا؟ اكيد عشان نكتب دي عملنا ايه؟ قلت هشيل كل حاجه واحط الف الايه صح؟ طيب ادينا نعمل نفس الانالوجي بالظبط بس فين؟ في البي. هنعمل ايه؟ نرجع للماكس ايكويشن ما عملناش غيرها. امسك دول واعوض عن ايه دلاله البي والايه؟ امسك دي ولا امسك دي؟ امسك دي ولا امسك دي؟ استخدمنا دي اصلا عشان امسك فيها ان الاي بتساوي ايه؟ ماينس زائد ماينس يعني بي ماينس ايه ده؟ ايه ده؟ صح اللي احنا استخدمناه. فلو حطينا فيها تاني همسك الصفر الصفر لازم استخدم دي تمام؟ طيب انا هنا استخدم ان زائد بي بتساوي مين؟ بتساوي لوجي صح ولا غلط؟ طيب والدي ده هو مين؟ اسلوب اي نقسم على اس والاي هو مين؟ ماينس زائد بي ماينس ايه ده؟ صح كده؟ يبقى انا ممكن اكتب دي انها زائد ماينس زائد بي ماينس مين بقى؟ ايه ده؟ بتساوي وفي على ايه؟ على اس. تعالى نوزع زد زد وزد بتجيب مين؟ نا بلس سكوير ماينس نا بلس سكوير مين؟ وهنا ماينس مين؟ زد ايه ده؟ وده بقى كام اصلا؟ ده بقى اديله؟ لا لا خلاص ده كان بارد صح؟ ده لورنس بقى صح؟ ليه بقى ايه اصلا؟ ده ناقص ميو دي بقى صح؟ فاحنا عايزين المعادله دي تكون كلها ريبريزنت بالبي يبقى انا لازم اشيل ايه؟ بس هو عندي احباط الحقيقه فنعمل ايه؟ فاضل المعادله كلها بالنسبه لمين؟ للطن فتبقى دي بي بقى بالظبط وخلاص. ده انا محتاج اشيل التاني ده واحطه مين؟ احطه هنا في الماينس صح؟ احط دي ماينس او بلس بقى عشان فيها ماينس ودي اسمه في مين؟ بي دبل صح؟ لو احنا ممكن نوصل بي ان نطلب كويس بي بتساوي ناقص رو بي على ابسلون بلس ميو ابسلون في مين ده؟ بي دبل واضح جدا ان المعادلتين دول شبه بعض قوي صح ولا غلط؟ المعادله دي ده تغير مع السبيس تغير الثاني مع السبيس السورس بتاعه وبعدين تغير الثاني مع مين؟ مع السورس الناحيه الثانيه نفس الحكايه تغير الثاني مع السبيس السورس بتاعه وبعدين مين؟ تغير مع السورس حلو كده؟ تمام؟ كويس قوي بس اللي احنا عايزين نقف عنده هو مين يا شباب؟ هل زي ما قلنا قبل كده التايم فاليو ده هو الجنرال ينفع نستخدمه؟ هل لو حطيت باشر باي باشر في صفر هرجع نفس الحاجه القديمه؟ اه لو حطيت باشر باي باشر في صفر هيبقى احسن الكلام ده هيطير وبالتالي هرجع لمين؟ نفس الايكويشن القديمه لو حطيت باشر باي باشر في صفر الكلام ده هيطير هرجع لمين؟ وصلت الايكويشن القديمه اللي انا بعرف احلها صح كده؟ بس تعالوا بقى نشوف المعادلتين دول مع بعض كده يتحلوا ازاي؟ انا دلوقتي لو عايز اجيب التغلب بتاع مين؟ بتاع الايه بس؟ هل انا محتاج احل المعادلتين دول مع بعض؟ لا هي المعادله دي لو حليتها لوحدها بس هجيب مين؟ هجيب ايه؟ المعادله دي لو حليتها لوحدها هجيب مين؟ هجيب البي. تعالوا ننزل بقى اي واحده فيهم لوحدها. خلي بينا من فاتح. كده حتى كده كبيره. بلس سكوير ايه بتساوي ميو جي بلس مين؟ ميو ابسلون في ايه دبل دبل. صح كده؟ لو كانت الكيس دي ستاتيك يعني ده مش موجود ده بس السورس الحل كان بيطلع عامل ازاي؟ الحل كان بيطلع ان ال A بتساوي ميو على 4 باي في تكامل ال J على R في مين بقى؟ في دي بس الكلام ده جبن ايه؟ ستاتيك كيس صح؟ تعالى بقى نشوف يا سيدي لو مفيش سورس اصلا لو ده مش موجود حلو كده؟ ايه وجود الترمين دول جنب بعض يقولوا ايه؟ يقولوا ان انا عندي ناقله سكوير ايه؟ بتساوي مثلا ميو ابسلون ايه ده بالظبط؟ ده مين ده؟ التفاضل الثاني بتاع السبيس ريليتد للتفاضل الثاني بتاع مين؟ بتاع التايم دي اسمها ايه؟ دي ويف ايكويشن صح من فيزكس كده اولى او المحاضره بتاعت النهارده فاكرين احنا كنا بنقول مثلا التفاضل الثاني بتاع الساي ده مع زد بيساوي واحد على سي سكوير في التفاضل الثاني بتاع الساي مع مين؟ مع دي صح ولا غلط؟ فلو كان عندي حاجه يعني في الفورم ده هنا كنت اقول دي اسمها ايه؟ الديفرنشال ايكويشن بتاع ويف ايكويشن صح كده؟ يعني ايه ويف ايكويشن؟ يعني حاجه بتبروباجيت حاجه بتمشي صح؟ لو هي ماشيه بسبيد معينه اللي هي مين السبيد دي؟ اللي هي سبيد صح؟ وبالتالي لو هي ماشيه بسبيد معينه يبقى الكلام ده معناه ان لو كان السورس بتاعي محطوط هنا وانا عايز اشوف الريزلت بتاعته هنا هل انا هقطع المسافه دي النو تايم؟ كده اقطعها في طول معين انا ماشي بسرعه معينه صح هي سريعه جدا بس السن لازم اكون بقطعها بمين؟ يعني في زمن معين صح؟ وبالتالي لو انا كان الكيو ده واقف عند لحظه معينه تي هو موجود عند اللحظه الزمنيه تي
تأثيره مش هيوصل عند الأوبزيرفر غير امتى؟ بعد تي بشوية صح؟ صح؟ طب هنكتبها بقى بعد تي شوية اللي هي تي بلس حاجة ولا تي ماينس حاجة؟ تي ماينس من السيجمنت اكس اوف تي فيرجن من السيجمنت اكس اوف تي ماينس تي داش دي ديلاي فيرجن ولا ادفانسد فيرجن؟ ديلاي ماينس ديلاي دي كده احنا زقناها صح؟ زقناها يمين فاحنا أخرناها صح كده؟ فبالتالي لو أنت عايز تعبر عن إن دي تأخرت شوية لازم تشيل كل تي وتحط مين؟ دي ناقص الزمن اللي انت قطعته عشان توصل زمن الرحلة دي زمن الرحلة دي معتمدة على مين؟ السرعة على بالظبط المسافة بتاعتك اللي اسمها R والسرعة اللي انت ماشي بيها اللي هي مين اصلا؟ اللي هي سي صح؟ هو واضح ان هنا كده دي شبه دي يعني سي هي مين؟ حلو قوي وبالتالي البطن بتاعك اللي انت هتقطعه ده هو مين؟ هو R على سي وبالتالي انا محتاج اشيل كل طول واحطه مين؟ تي ناقص ار على سي تي ناقص ار على سي ده تاثير يا شباب تاثير الويف ايكويشن دي ده تاثير ريتارديشن ده اسمه ريتارد اسمه تاثير ديليت فيرس صح الكلام ده معناه ان لو كان عندي عند اللحظه الزمنيه صفر 10 شحنات هنا تاثير 10 شحنات هنا دول هيبانوا هنا امتى بعد اللحظه الزمنيه صفر دول بقى قد ايه ار على سي تي ناقص ار صح كده فالكلام ده برضه بيقول ايه بيقول ان مجرد وجود الترمين دول مع بعض بيعمل ريتارديشن للصوت صح ومجرد وجود الاثنين دول مع بعض بيجيب الحل ايه اساسا؟ يجيب الحل ده صح؟ يبقى الحل التوتال هو مين؟ هو نفس الحل القديم بس تخلي السورس ماله؟ ريتارد تخلي السورس ديلايد فيرجن من ايه؟ من الحاجه الاصليه فعشان كده بنقول لا ده حلها بقى في الاستاتيك ان احنا نخلي الجي دي مالها؟ ريتارد فيرجن زي ما الدكتور كده كتب معاك على الكونفرجن اي حاجه احطها بين البراكتس دي معناها مين؟ دي ريتارد يعني ايه ريتارد؟ يعني يشيل كل تي فيها ويحطها تي ناقص مين؟ ناقص ار على تي صح؟ بغض النظر هو الديبندنس عامل ازاي اصلا في تي؟ يعني هي ساين اوميجا تي ولا ايه بس جي اوميجا تي ولا اي حاجه مش مهم. تشيل التي في الاخر ويحطها مين؟ ممتاز تي ناقص ار على تي حلو قوي. يبقى الحل التوتال دلوقتي للمعادله دي بيقول ايه؟ بيقول هو نفس الحل القديم بس ريتارد صح؟ يا بنفس اللوجيك. ار سكوير في بتساوي ماينس رو في على ابسل بلس نيو ابسل في في مين؟ في دبل دوت يبقى حلها عامل ازاي يا كمان؟ هو نفس الحل اللي انت على الستاتيك بس شيل كل سورس وحط مين؟ ريتارد وبالتالي بقى انت تقول ان الفي ده هو 1 على 4 باي ابسلون في تكامل رو في ريتارد على مين؟ على ار دي صح كده؟ هو بس هو الار ده هو مين؟ الار ده هو المسافه ما بين السورس والاوبزرفر صح كده؟ والرو في ده هو مين؟ هو السورس نفسه صح لو انا كان عندي حته كده كلها مشحونه اعمل ايه؟ هكمل عليها كلها صح لو كانت نقطه هو ساكت نقطه في سؤال؟ كويس قوي ممتاز طب يبقى انا دلوقتي لو احنا ادينا لكم الرو بي نعرف نحسب مين؟ نعرف نحسب مين كام؟ بس لازم اعوض عن بي دي ريتار صح؟ الرو بي دي ريتار طيب ولو ادينا لكم جي نعرف برضه نحسب ايه بس على شرط نعوض عن جي ده مقابل ريتار صح؟ بعد ما جبت البي والاي ازاي اجيب الاي والبي؟ عوض القانون ده دي بتساوي ماينس بلاد دي ماينس مين؟ ماينس الوقت ودي بتساوي مين بقى؟ دي بتساوي كارلين صح كده؟ حلو عشان تشيك كده فهمنا في الحاجات دي تعالوا نحل اي ويت يا حضرتك كل حاجه في الكتاب دلوقتي انا بقول لك لو ده بقى ريتارد احنا ايه دي بنسميها كانها ريتارد ودي بقى بنسميها كانها ريتارد ودي بنسميها كانها ريتارد هو مش هنقول كده بقى احنا من هنا رايح لحاجه بي وايه هما ريتارد ايه وريتارد بي واصل انت عارف نتيجه الويف بروبليشن فاكيد التاثير ما بقاش بتشوفه في لحظتها انت اكيد التاثير بتشوفه انت بعدها بشويه تمام ممتاز جدا طيب عايزين نحل بقى المساله رقم 5 في الشيت رقم 5 بارت A وB وC انا حل بارت 1 من A ماشي ايه المساله عامله ازاي المساله مديني فيرتيكال الكتريك دايبول والدايبول هو عباره عن مين سخنه وعكسها صح تمام هو بيقول لي ده محطوط في اتجاه مين في اتجاه Z فلو ده X وده Y فده هو ايه بقى ده هو Z البعد ده كله 2 A فالحته دي ليه والحته دي مين وبيقول لي احنا عايزين نحسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد عند فين عن جنرال بوينت اي نقطه هنا هي الجنرال بوينت دي تتعرف بانهي المحاور يعني انا عايز اقول النقطه دي اعرفها باي حاجه اقولها ايه يا اما اكس واي وزد او ار وثيتا مثلا وايه وفار صح هو بحث الار هي ار فين وار الاورجن لحد مين
حد النقطه دي صح ولا غلط؟ صح كده؟ تمام. انا لو عايز احسب الفيد يا شباب، عايز احسب الفيد بدلاله يطلع في الاخر فانكشن فار وزيتا وفار بتوع الاوبزرفر، ولا يطلع فانكشن بتوع السورس. انا عايز احل المساله بره بالكوردينت سيستم ده، وبعدين ابقى احرك انا مين النقطه دي في اي حته بحيث ان انا اكون عرفت الجسم كل نقطه صح؟ وبالتالي انا متوقع ان الاكتف فيد لازم يطلع مين؟ فانكشن فار وزيتا وفار. طب كان عندي اي حاجه ثانيه انا محتاج اشيلها واحطهم ده مين؟ ده في الحياه صح كده؟ بس خلي بالك ما تنساش لما تيجي بتكمل جوه التكامل ده انت بتكمل على مين؟ على الروبي على السورس صح؟ هو ده لخبطه بس بتحصل، ناس بس تركز ان احنا بنكمل، انا بكمل على السورس صح؟ بس انا عايز اطلع بنتيجه التكامل فانكشن دي مين؟ فانكشن الار والسيتا والفاي اللي هم بتوع الجزء تمام؟ الحمد لله الحمد لله المساله دي سهله شويه عشان تخش في الجزء. طب تصل بيه السكشن اللي جاي قال له بس ننسى المساله دي بتيجي كل سكيل وكل فاينل تمام؟ فالناس تركز فيها بس الله يكرمك. المساله طالب مني مين؟ طالب مني الاي وطالب مني البي. طب واضح عشان اجيب الاي والبي لازم احسب مين؟ لازم احسب البي والاي صح؟ فعشان كده المساله بتطلب على خطوتين، اما انها تكون مطلوب بس وده جيب من الاول بس عشان ما تنساهوش. مفتوحه تاني ماشي؟ او ان هو يبقى طالب مني ان اثبت مين؟ اثبت ان الفولتج بتاع الالكتريك دايبول هيطلع من فورمولا 1 بلس جي تي ار بي للار على 4 بار ابسلون ار كيوب في اس ناقص مين؟ جي تي ار. وان ايه بتاع الالكتريك دايبول هيطلع جي اوميجا ميو على 4 بار ار بي في اس ناقص مين؟ جي تي ار. وعايز نثبته تمام. ده اللي احنا عايزين نثبته دلوقتي. نثبته ازاي؟ لان انا محتاج اجيب كده الفولتج ومحتاج اجيب الايه؟ اجيب الفولتج ازاي؟ طب انا اهو صح؟ امشي ورا ده. طب اجيب الايه ازاي؟ برضه اهو تاني صح كده؟ فانا محتاج بس اعرف الروبي كام او التشارج كام والكرنت كام صح كده؟ هو مديني مين بقى جامد في المساله؟ مديني بي بتساوي بي نوت اي اس جي اوميجا تي زد. مين البي ده؟ ده الداي فور مومنت صح؟ الداي فور مومنت ده بيساوي ايه؟ مومنت عامة هو الفورس في الصراع صح؟ الفورس اساسا او هنا بقى يعني زي بوم ده ويبقى مين؟ هو السورس في البعد بين الاثنين صح كده؟ فكان ده بيطلع دايما ان هو كيو في مين؟ في 2 اي. يبقى بي نوت هو كيو نوت في مين؟ في 2 اي. لو كنت ممكن اكتب ده ان البي نفسها عباره عن مين؟ 2 اي. كيو نوت في ايه بقى؟ دي باور جي اوميجا دي صح كده؟ الكلام ده معناه كانه ايه بقى؟ كانه اداني تشارج نفسها مالها؟ غير معطله صح؟ 2 اي تتشارج غير معطله جاب لي مين؟ ده في مجال الدايبول بيتغير مع صح كده؟ فالكلام ده معناه ان هو اي تشارج دي بتتغير مع مين؟ مع التايم. يبقى لو في تشارج بتتغير مع التايم هتطلع عليك تيجي لوحده؟ اكيد لا، طلع مين؟ الكترو ماجنتيك فيلد، طلع الاثنين. عشان نحسب الكترو ماجنتيك فيلد نعمل ايه؟ بنحسب الاي والبي، وعشان نحسبهم اصلا لازم نحسب مين؟ البي والاي صح كده؟ طب نحسب البي ازاي؟ القانون هل محتاج اكامل واعمل حاجات ديفورمت تشارج صح؟ فاعمل ايه؟ اقول اكيد دي كاني رو روبي دي كانها مين اصلا؟ كانها كيو. يبقى دي كانها كده الفولتج عباره عن مين؟ كيو على 4 باي ابسلون الديستنس ما بين التشارج كيو ومين؟ والاوبزرفر. لو قال لي ديستنس هي ار دي لا ار 1 بقى عندنا كده اي حاجه سميناها مين؟ ار 1 صح؟ البعد الثاني ده كده سميه مين؟ ار 2. ده الكلام ده ايه؟ على ار 1. ينفع تسيب كيو كده؟ لازم تحط كيو مالها؟ اطار صح؟ فلازم نحط كيو دي ايه؟ بين القوسين دول صح؟ وبعدين الجزء الثاني بسبب مين؟ بسبب التشارج النيجاتيف كيو. برضه نيجاتيف كيو على مين؟ 4 باي ابسلون ار 2 صح؟ تعالوا نعوض دي. لو عوضنا عن كيو ريتارد يبقى انا محتاج احط هنا كده كاني بقول ان كيو هي مين؟ كيو نوت كيو اس مين؟ جي اوميجا تي صح؟ فكان هنا لازم اقول ان دي كيو نوت كيو اس مين؟ جي اوميجا تي ماينس تي بس نحطها تي ماينس ار على تي صح؟ مثل هنا تي ماينس مين؟ انهي ار؟ بالنسبه للكيو دي هتبعد يعني بين المسافه اللي هتمشيها ار 1 صح؟ فده يبقى صح ماينس ار 1 على ايه؟ على سي صح كده؟ على 4 باي ابسلون ار 1 ماينس نوت دي اس جي اوميجا تي ماينس برضه مين؟ ار 2 بقى على ايه؟ على سي كمان بقى على 4 باي ابسلون ار 2 صح كده؟ دي كده اختصرنا شويه دي اختصرها ازاي؟ تعال نفك ده اطلع عامل ازاي؟ دي اس جي اوميجا تي مضروب في مين؟ دي اس جي اوميجا على سي في مين؟
فارور صح؟ وميجا على سيدة واضح انه كده هيبقى بيتكرر كتير بعد كده نسميه مين؟ نسميه كيلوريزم نمبر بالظبط وكده هو اوميجا على مين؟ على سيدة فنسمي لها كأنه ايه؟ لانها كي فار 1 ده جي كي فار 1 صح كده؟ نفس النظام من البنك بيطلع بيه كده اوميجا دي في دي اس ناقص جي كي مين بقى؟ جي كي ار تي صح كده؟ تاني كلام وانا عايز اطلع الوسط ده فانكشن فار 1 اصلا لا نفسي يطلع ده مين اصلا؟ ده ار ده انا محتاج فيه ار 1 وار 2 احطه ده مين؟ ار طيب وانا لو قلت ان ار دي اكبر كتير قوي من ايه؟ يبقى انا ممكن اعتبر ان ار 1 وار وار 2 كلهم مالهم؟ مالهم لبعض صح؟ يبقى انا لو قلت ان ار دي اكبر كتير من ايه؟ هيبقى ار وار 1 وار 2 مالهم؟ كلهم فرق وبالتالي ار ده ار 1 ده كله هو ار ناقص مين؟ ناقص الحته دي الحته دي هي مين؟ ايه كوساين ايه بقى؟ ايه كوساين تيتا صح؟ فيطلع ار 1 ده هو ار ناقص ايه كوساين ايه؟ كوساين تيتا وار 2 وار بلس ايه كوساين تيتا صح كده؟ عايزين نشيل بقى الار 2 دي هنا ونحطها في درس الحاجات اللي احنا خدناهم دول تطلع عامله ازاي؟ هيطلع ان الفولتج بالتالي في نوت اي اس جي اوميجا تي اي اس ماينس جي كي ار 1 دي هنسيبها نحطها مين؟ ار ماينس اي كوساين صح؟ ونفك الاكسبوننشال بقى بالمره فكانها دي اس ماينس جي كي ار صح كده؟ دي اس مين؟ زائد جي كي ان كوساين تي حتى هنا احنا هنروحها على مين؟ على 4 باي اكسبلور في ار بلس ايه بقى؟ ايه كوساين تي؟ صح ولا غلط؟ والناحية الثانية نفس الحاجة بس بسبب مقلوب صح كده؟ معنا في كده بقى أي حاجة مشتركة عشان الدنيا تبقى بسيطة شوية نعمل إيه؟ هاخد كده فيو نوت دي أس جي أوميجا تي دي أس ناقص جي كي آر ومن تحت مين بقى؟ 4 باي بقى لي إيه؟ قال لي هنا دي اس بلس جي كي اي كوساين تيتا على ار ماينس اي كوساين مين؟ تيتا هنا بقى نفس الترمات بس الاشارات ايه؟ معكوسه صح كده؟ بعدين عايزين نوصل للفور ده عايزين بالظبط عايزين نختصر ايه اختصار صح؟ فاحنا ممكن نفك ده بالفاينوميال صح؟ بس عشان نفك الفاينوميال لازم ايه اللي يحصل؟ لازم تكون اصلا دي 1 بلس اكس اكس دي اصغر من 1 صح كده؟ فانا بقول ان كان عندي 1 بلس اكس ماينس 1 ده بيتحط ان 1 ماينس اكس بلس اكس ترجيح على 2 وهكذا صح كده؟ انا بقول اكس ده لو صغيره خالص ممكن اعمل مين؟ ممكن اعمل كل الترمات اللي هي هاي اوردر كده يبقى لي بس 1 ماينس مين؟ على شرط يكون اكس مالها؟ اكس اقل من 1 انا هنا عندك 1 اصلا؟ بالظبط لو قسمنا على ار هنا يحصل ايه؟ هيبقى عندي 1 على ايه على ار؟ انت فاهم اول حاجه اصلا ان ار اكبر بكتير قوي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايه صح كده؟ وبالتالي نعمل نفس الحكايه برضه احنا على ار والار بتطلع بقى فين؟ تطلع بره هنا صح كده؟ ممتاز يبقى ده كده احنا ممكن نفكه بمين؟ باينوميال طب واللي فوق ده؟ هو ده تحت مش قد بعض عشان تجمعها يعني لازم يكون ليه نفس النقاط فوق ازاي؟ دي فاكت بينوميال سيريز صح دي فاكت سيريز اللي هي فاكت تيلو صح؟ اي اس اكس دي تيلو عباره عن مين؟ 1 بلس اكس بلس اكس ترجيح على 2 بلس مش عارف ايه صح كده؟ لو كانت اكس دي برضه صغيره احنا ممكن نهدم كل مين؟ كل الهاي اوردر تيرمز ازاي كل هاي اوردر؟ وده عارف بس مين؟ 1 بلس اكس هل اكس دي صغيره؟ هو اي اس جي كي اي كوساين تيتا احنا اول حاجه قلناها ان اي صغيره جدا بالظبط دي حاجه صغيره يعني دي غالبا صغيره جدا الكي نفسها كمان اكبر بكتير من ده بس الكي نفسها كمان تبقى صغيره شويه لو اضرب كي في غالبا هقدر اكمل القصه تمام ممتاز جدا يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ابروكسيميت ده وابروكسيميت مين؟ ده صح كده؟ تعالوا كده نكتبها بقى ده كيو نوت دي اس جي اوميجا تي دي اس ناقص مين؟ جي كي ار حد يقول لي بقى ان احنا نفك دي صح؟ هل نعرف نفك دي كمان بتقدر؟ لا ليه؟ الاكس نفسها كبيره صح؟ لو فكيناها بتقدر هتطلع منها تطلع دايفرجن مش هتبقى كونفرجن صح؟ تمام كويس قوي الكلام ده على مين؟ على 4 باي اكسون في ايه؟ تعالوا نفك الترمين دول هنفك الحاجه اللي بالفاينوميال دي تبقى كام؟ 1 ماينس
ماينس على 1 بلس اي ار كوساين تي صح كده؟ هي 1 بلس اكس اس ماينس 1 تطلع 1 ماينس اكس صح؟ والاكس عندي بكام اصلا؟ ماينس اي على ار كوساين تي فماينس وماينس تجيب دي مين؟ تجيب دي بلس صح؟ تمام بعدين فك ده كمان بقيت فاكر ان هو 1 بلس مين؟ بلس اكس فك 1 بلس جي كي اي كوساين مين؟ كوساين تي صح كده ناقص؟ ترمي لي التانيين ترمي لي فك التاني وكمان زي اللي شرحه بس بتشرح معاكم واحد ماينس اس كوساين ايه؟ ايه كان مضروب في مين؟ واحد ماينس جي كي اي كوساين ايه؟ صح كده؟ وبعدين نجمع الترمات صح؟ قبل ما نجمع كده واحد في واحد وهنا في ماينس واحد في واحد حصل لهم ايه؟ هاي وايه على ار كوساين ثيتا مضروبه بجي كي اي كوساين ثيتا بتفضل الناحيه دي ماينس ايه على ار كوساين ثيتا في ماينس جي كي اي كوساين ثيتا الاثنين هيجيبوا فاصل بس مضروبه ثانيه في مين؟ فنيجاتيف هدوروا بعضهم مكانهم هيداروا بس ثانيه ترمات الترمات اللي في النص بقى صح؟ اللي هو ايه على ار كوساين ثيتا في واحد ومن الناحيه دي ماينس ايه على ار كوساين ثيتا في واحد في ماينس واحد وهم تاني جمعهم مع بعض يبقى كام؟ 2 في 1 2 صح كده؟ نكتبها برضه تطلع لي هنا ال بي الثابت كيو نوت كي اس جي اوميجا كي كي اس ناقص جي كي ار على 4 باي ابسلون ار وهنا 2 اي على ار كوساين ثيتا زي ما قلنا ونفس الكلام بالظبط في الثاني صح هيجمعوا برضه هيطلعوا مين؟ بلس 2 جي كي اي كوساين ايه بقى؟ كوساين ثيتا صح كده؟ تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا ناخد كل ده مشترك لان الايه موجوده هنا والاثنين كوساين تعالوا ناخد كل الترم ده مشترك هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع 2 اي كيو نوت اي اس جي اوميجا تي في كوساين ثيتا اي اس ناقص جي كي ار على 4 باي ابسلون ار تربيع صح؟ وده واحد بلس اثنين الثابت مشترك الايه الثابت مشترك كوساين ثيتا الثابت مشترك صح؟ يبقى مين؟ جي كي في ار صح؟ يطلع دلوقتي جي كي مين بقى؟ كده الترم ده شرح شويه الترم اللي احنا عايزين نثبته الحته دي كده شكلها شبه دي بس ناقصها ار صح؟ الحته دي كده موجوده برضه هناك صح؟ عايز اكد بس على حاجه يعني ماني المساله دي تيجي في الماتيريال في الفاينل هتدرس تحلها كويس صح؟ هي مسألة غالبا بتبقى متكررة كتير جدا فتصحيحها غالبا بيكون على الفاينل صح؟ فلو الطلب مسألة زي دي ابروف فكل الناس توصل الفاينل اصلا كل تطلع الكلام في احد نص لحد ما يوصل البروف في ناس تبدأ من تحت تطلع فوق في طلاب يحطوا الكلام ده وتدعوا يكتبوها فوق لحد ما يوصل تمام؟ بس اللي بيتقفش بقى في النص منهم ده خلاص انا هي الدكتور هكده بس خلاص تمام؟ فحد يروح مني يقول انا عايز اوصل ثاني الفورم ده صح؟ البي ده ايه علاقته واحد اهو مش اثنين ايه كيو نوت دي اس جي اوميجا تي كنت هو بي صح كده؟ انا ممكن اشيل ده كله واكتب مين؟ واكتب بي بقت المعادله كده شكلها واضح ان انا بس عايزين دي ار كيوب صح؟ نضرب فوق وتحت بار في كوساين بي ار كوساين تيتا ده مين ده؟ ده الدروب بروجكت صح؟ بقت نشيل ده كده كله ونكتب مين بقى؟ انت عايز تكتب كل الخطوات؟ حط هنا كده لو انت صعب اي حاجه شفت الفيديو ده؟ صح كده؟ واحدة واحدة اثنين ايه كيو نوت كيو تجي اوميجا تي ده مين؟ أول حاجة ده أنا ممكن أسأل صح؟ ده بي أنا ممكن هنا كده أشيل دي كتبتها عندي صح؟ أشيل دي كده وأكتب دي حلو قوي بعدين بقى انا عايز اوصل من دي لشبه اللي هناك فاللي هناك ار كيو يعني كانك محتاج تضرب فوق وتحت في مين؟ في ار ضربت هنا في ار وهنا في مين؟ في ار ايه ده بقى على جنب كده؟ بي دوت ار هو مين؟ هو بي في ار فبتفاين الزاويه بينهم هل تيتا هي الزاويه بين الاثنين؟ اه اتفقنا ان دي ده اتجاه الست اهو والار اهو بس دي هي الزاويه بين الاثنين في ار اهو مظبوط كويس قوي يبقى انا ممكن اشيل اصلا ار في بي في كوساين ثيتا واكتبه مين؟ بي دوت ار هيبقى انا اكتب دي كده انها بي دوت ار اي اس ناقص جي كي ار على 4 باي ابسلون ار كيوب مضروبه في مين؟ 1 بلس جي كي ار صح كده؟ هو ده بالظبط اللي احنا كنا محتاجين مين؟ محتاجين نثبته تمام؟ حلو قوي قبل اصلا نسيبه ونمشي؟ لا مهم جدا زي ما هنستخدمه بعد كده عشان نجيب الاي
بعرف كل حاجه فيه هي مين اصلا ازاي نستخدمها صح. مين البي ده؟ الكتريك دايبول مومنت صح. لو شكله عامل ازاي من الماينس كده للبوست ده اتجاهه بعدين تنت هو كيو في 2 مين 2 ايه وبعدين تنت بقى الساين ده اللي هو اللي هيديها لك صح كده. تمام. لو كان قال لي ان الدايبول مومنت ده محطوط في اتجاه الاكس يبقى هو مرسوم ازاي كده صح. صح كده الماينس هنا كده والبوست هنا. تمام. لو قال لي اتجاه الواي محطوط كده صح كده والماينس هنا برضه والبوست فين البوست فين عشان يبقى هو الاتجاه الماينس في السالب اتجاه الاكس الاتجاه ده. طيب مين الار ده يا شباب؟ مين الار ده؟ ده جنرال بوزيشن فيكتور صح كده؟ دي حاجه عامه خالص من الاوريجن بتاع الدايبول لحد مين؟ النقطه بتاعت الاوبزرف. يعني الار ده ينفع تكتبه في كومبوننت اكس بس؟ لا ده هو اكس اي اكس واي واي زد يو زد صح كده؟ طب البي ده ينفع تكتبه في دايركشن واحد بس؟ على حسب بقى مدوني فين؟ يعني هو هنا البي ده مدوني في اي اتجاه؟ اتجاه الزد. فالبي ده لما يطلع هنا في اي اتجاه؟ اتجاه الزد. لما نعمله له برودكت مع حاجه جنرال هياخد انهي كومبوننت بس؟ اتجاه الزد بقى صح كده؟ بس الار اللي تحت دي هي مين؟ هي الزد؟ لا لا دي ار دي حاجه كبيره اللي هي اكس تربيع ده واي تربيع ده زد تربيع كل ده تحت مين؟ تحت الجد صح كده؟ نعمله بقى السلوب بتاعنا. ممتاز جدا. احنا عايزين نفهم بعد كده هنقول يا شباب هو ليه؟ ليه عشان يبقى موجود لازم يكون في مين؟ لازم يكون في ترم. في ترم في المسألة؟ في ترم بالظبط. بس في تشارج بتتغير مع التايم صح؟ أنا ممكن أقول داتا موديل يعني في تشارج وفي يعني في كارنت فين؟ ماشي كده. أنا عارف لو أنا تحت بقى دي هعمل حتة صغيرة خالص. أنا عارف إن الدي كيو باي دي تيتا هو مين يا شباب؟ هو الكارنت صح؟ هو كيو بيكتب إيه أصلا؟ كيو هنا؟ يا كيو نوت كيو في جيون جديد يعني تايم فاليد صح؟ يعني التطور بتاعها موجود ولا لا؟ التطور ايه في جيون جديد كام؟ هي نفس الفاليد هي نفسها بس تضرب في مين؟ في جي اوميجا صح؟ فتطلع دي جي اوميجا كيو نوت في مين؟ كيو في جي اوميجا صح كده؟ ممتاز جدا. عايزين نستخدم بقى الكلام ده عشان نجيب مين؟ نجيب الايه؟ هو الكلام ده فوليومتريك كلام ده ماشي فوليوم؟ لا ماشي فوليوم صح؟ ماشي بس في حته من هنا لهنا خلاص صح كده؟ يبقى انا لما اجي اكتب الجهاز دي دي لا هو الايه؟ كان عبارة عن مين؟ كان ميو على 4 باي يتكامل بتاع جي على ار في ايه بقى؟ دي بي. احنا ليه بنكتبه دي بي كده؟ ده جنرال كيس. الجنرال كيس اللي هو فوليوماتيك صح؟ الكيس بتاعتنا ماله اصلا؟ لاين كارنت. يبقى انا محتاج كان دي على مين؟ دي على دي ال صح؟ وده بقى ما نسموش جي بقى نسميه مين؟ اي صح؟ تمام. يبقى انا هكمل واقسم مين لفين اصلا؟ من ماينس ال ايه؟ يعني لما جاني هضرب في مين على طول بقى خلاص في التجمع ده؟ الاثنين ايه خلاص يبقى انا مش محتاج اعمل تجمع ده كده. هو نفس الحاجه كده بس هضرب في كام؟ اثنين. طبعا انا كاتب بقى في حاجه غلط خط صغيره ايه هي؟ ان الاي نفسه لازم يبقى لام يبقى ريتاردد. ما ينفعش احط الاي كده لوحده صح؟ لازم احط الاي ده مين؟ ريتاردد زي بدايه المساله بالظبط. ما كانش ينفع احط كيو غير ما احط كيو بقى ريتاردد صح؟ طب احط الاي ده ريتاردد ازاي؟ اجي هنا اعوض بيه كده بس اشيل كل تي واحط ايه؟ تي ماينس اه تطلع هنا ميو بعدين جي اوميجا نوت 2 اي نوت جي اوميجا تي ماينس نوت اي جي كي ار على 4 باي صح كده؟ مين 2 اي كيو نوت نوت جي اوميجا تي ده؟ ده بي صح؟ يبقى ده كده توتال هو عباره عن جي اوميجا يو بي على ايه؟ 4 باي ار اي ايه؟ ماينس جي ده بالظبط اللي احنا كنا عايزين نثبته مثلا صح كده؟ وده اللي احنا كنا عايزينه برضه قبل ما نسيبه ونمشي لازم نقف عنده شويه. لو احنا هنستخدم القانون ده يا شباب انا محتاج اعرف مين؟ نفس الحاجات برضه اللي انا عرفتها قبل كده ايه ايه بقى؟ الماجنتيك دايبول مومنت بكام؟ والار دي بكام؟ صح كده؟ والماجنتيك الالكتريك دايبول مومنت الالكتريك دايبول مومنت ده في اي اتجاه؟ من السالب للموجب يعني في كده اتجاه الزد صح؟ يبقى الايه ده اكيد هيطلع في اي اتجاه؟ اتجاه الزد برضه او اتجاه البي ده وخلاص صح كده؟ طيب انا عارف كنت عرفت الدي وكنت عرفت الاي وعايز اجيب كنت عرفت البي وكنت عرفت الاي عايز اجيب الاي اعمل ايه؟ ماينس بي هنا كده اهي انا عارف ان الاي هي مين؟ ماينس جاب بي ماينس مين ده؟ ماينس بي ده صح؟ الاي ده دي انهي كومبوننت؟ كيس احنا هنيجي في الزد بس صح؟ فده كده احنا عارفين الدايركشن بتاعنا من الاول. مجرد ما نفضل الحاجه اللي هتيجي مع التايم في شكلها تبقى حاجه ثانيه صح؟ القصه فين بقى؟ التفاضل بس. هو كده ده يعني ايه؟
Thank you.
بس مش عارفه دوت هو المسألة دي مديني انفينيت لاين تقريبا شايل كارنت مين اي واحد واللاين ده محطوط جنبيه كده لوب اللوب دي مش ماشي فيها كارنت المفروض يعني تمام بس هو بيقول ان اللوب دي البعد مثلا ايه ده بكذا والبعد دي بكذا لو حطيت انا اميتر هنا بحس ان في مين بقى بحس ان في كارنت بوينت 3 مللي امبير طيب بيقول لي احنا عايزين نحسب الكارنت اي واحد ده اللي خلى الاميتر ده يجيب بوينت 3 مللي امبير تمام المطلوب الثاني بيقول لي اقترح كل الطرق اللي ممكن نخلي بيها مين البوينت 3 دي يبقى بوينت 2 ماشي احنا اللي احنا عايزين نعمله بس كل سيكشن هنعمل كده هحاول لكم مثلا مثال متر ماس نحطها مش محلول اقول لكم فكروا فيها تمام خبطوا كده وشوفوا ايه اللي بيحصل وبعدين بتعرف تعملوا لو عايزين المثال دي منها اول مره نتكلم في فكرتها مفيش مشاكل بعدين تفكروا فيها خالص خلاص روح بقى ماشي هنزل في الورقه ان شاء الله كده واحده شبهها اوكي احنا عايزين نحلها لا انا هحلها لو نزلته بدري هناك هتاخد بقى يعني اقل من الضرب حتى معاك شيك محلول هتتثبت متر ناخد بعدها ماشي كده على 10 ايام مثلا اسبوع حاجه كده بس مش هنزلهم يعني قبل ما نزلهم مش محلولين قبل السكشن الجاي او بعد السكشن الجاي ممكن بعد السكشن الجاي ما فيش اسئله خلاص